لرا ملي وقفتي معايا في الرعب كلشي حوايجك مجموعين كلشي مهزوز حاليا 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 راه باقي انت تشوف قطره عليا كلشي ساكنه في الدار عايشين عيشه الجحيم. لا مع وتاف هذا نقولوا هاد البنيقات قبر الحياه اللي ما ساوي والو حتى هو طمعوا فيه كتخاوه ما بقات خاوه اختي ما كاينه لا خاوه لا والو انت كتشوفي الحاله كي دايره. مشاهدين ومتتبعين قناه اشواق تي في مرحبا بكم معنا دائما في اطار تتبعنا الحالات الاجتماعيه والانسانيه. معنا الاخت زاهره اللي كتعرفوا عليها ربما الفيديو ديالها اللي اثار جدل في القناه ديالنا بعد ما صورنا معها في قلب الدار ديالها عندها الماء كيتخلط لها مع الضوء بسبب ان واحد الجار دار الاصلاحات وخربق لي زانستالاسيون كاملين فولات فين ما كتورك على انتريبتور باش تشعل ولا تطفى الضوء سواء البوله كتحرق سواء هي كيضربها الضوء. ناهيك عن الالات الكهربائيه والالكترونيه اللي كانت فقدتها كامله لانها مشاو ليها بسبب هذا المشكل. هي اليوم تفاجات ملي جات تدوي على حقها بمحض الصدفه كتلقى بانها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف لوسها يعني اخ الزوج ديالها بواحد الكومبرومي دو فونت اللي ما مديوش عند نوتير يعني وعد بالبيع ما مديوش عند نوتير وعد بالبيع مكتوب وبالفرنسيه. وملي سولتها الزوج ديالها واش قاري قالت لي انا راجلي اختي ما قاريش امي ما قاريش لا عربيه لا فرنسي لا ما قاري لا عربيه لا فرنسي ومسيني مع الاخ ديالو بانه بحال باع عليه الدار وبحال تسلم من عنده 16 مليون على ديك لابارتمون. واش راجلك ولا انت شديتو هاد 16 مليون؟ ما شديت لا انا لا راجلي انا ما في خباريش هاد الشيء انا كاع تفاجئتي تفاجئت انا حتى جاتنا السدعه ما خديتو الطريق القانونيه مشيتو على طريق المحكمه هو اللي دعانا بها هو اللي دعانا بها هو اللي دعاكم دعانا بها الكونترا ديالنا حيت حنا ما خدينا ماشي كونترا هذه ورقه كتبها مع الورقه هي اللي دعانا بها دابا راه حنا في المحكمه. اش قالوا لكم في المحكمه في الاول؟ دابا في المحكمه هو اللي دعانا في الابتدائيه في الابتدائيه قال لك حقها 50% درنا حنا السيناف درنا السيناف تحكمت بالصالح ديالنا في السيناف دازت 3 سنين ثاني تتفاجئنا مشى نقدوا الابرام تجاتنا السدعه هو ما علمنا ما علمش بالله راه غادي يدير ولكن هذا خوه يبغي ياكل خوه في حقه خوه والاب ديالو الاب هو اللي داير هذه الحاله هذه. وعلاش هاد التفرقه في نظرك؟ التفرقه قال لي نظره دابا انا تزاد عندي ولدي دابا هو مطلق المره الاولى جراو لي على المره الاولى بس استفدوا الدار حيت هاد الدار راه ديال الاستفاده دابا هذه الدار ديال الاستفاده وما يدعي عليها التسلع دابا ناض طلقوا لي شفنا الحاله ديال الدار كلها حالتها ماهاتها هابطه مع الحيط البوله كتطفى العيشه اللي عايشه فيها انا وصابره فيها صابره العصا وصابره ماشي عيشه راه خطر اش عايشه تما شي نهار يسرفقك الدوش غادي واش غنديروا اختي حنا عايشين ولكن ما مخليناش الناس حتى ديك العيشه ما مخليناش فيها محرمين علينا اختي هذه الورقه ديال النقد والابرام جاب دار لنا الورقه ديال النقد والابرام دابا راه رجعوا لينا السيناف دابا حنا راه باقيين في السيناف دابا بغيت نسولك بكل صراحه اختي راجلك واش شد الفلوس من عند خوه؟ ما شدش الفلوس وكيفاش مشى سينا وليغاليزا مع خوه في المقاطعه واحد الورقه بالفرنسيه ما تيفهم فيها والو يعني تاق في باه وتاق في خوه قالوا لي اش قالوا قالوا لي؟ قالوا لي زيد حقه راه غادي زيد سني علاش؟ مجدينها لي هاد الوثيقه ولكن اي واحد غيقول لي زيد سني غنسني خصو يقولوا لي علاش؟ ما قالوا لي حتى شي حاجه ما يمكنش خلينا نكونوا واقعيين اختي انا ما كنتش معاهم ونقول شي حاجه ما كايناش انا ما كنتش معاهم اش كيقول الزوج ديالك تيقول لك انا ما شديتش الفلوس يعني كون كان شاد الفلوس خلينا من الفلوس ولكن ملي بغى يسني اشنو باش قنعوه باش يسني اشنو قالوا لي قالوا لي الدار غياخذوا لك العيالات حيت زاد عندي الدري انايا قالوا لي طلقها وعلاش غياخذوا علي لا حول ولا قوه الا بالله بغني ياخذوا لي قالوا لي الدار زيد سلم لخوك راه غادي ياخذوا لك غير العيالات المره الاولى عندها دريه
وهو دابا تزاد الدري الدري غير استفاده راه ديال الوليدات وقبل ما تكون لا ديالك لا ديالك. هادشي من 2011 هادشي من 2011 وقع هاد المشكل. انا ما فراسيش انا تتفاجئنا باللي جاتنا السيده. غادر استفاده كنتو في دور الصفيح؟ كان في ديور الصفيح. استفدتو؟ استفد حقا قال لك رحتيش قال لك البراكه قال لك البراكه ماشي ديال تجيتي من لورس كنتي فيها حيت انا ملي جيت لقيتها عنده. واختي زهيره فرحتي بهاد الاستفاده؟ ما خديتهاش انا خداها مولدار. ملي سكنتي فيها عاودي لينا على ديك الحاله ديال ديك الدار ياك صورنا معاك. صورتينا كشتي باقي نفس المشكل؟ باقي اختي نفس المشكل راه ملي وقفتي معايا في الرعب كلشي حوايجك مجموعين كلشي مهزوز. حاليا 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 راه باقي انت تشوف قطره عليا كلشي ساكنه في الدار عايشين عيشه الجحيم لا مع وتا في هذا نقولوا هاد البنيقات قبر الحياه اللي ما ساوي والو حتى هو طمعوا فيه. حتى هما طمعوا فيه بقات خاوه. ما بقات خاوه اختي ما كاينه لا خاوه لا والو. انت كتشوفي الحاله كي دايره راجلك كيف ما شفت هنايا شنو قالوا في المحكمه بان المدعى عليه بانه لم يسبق ان يبرم اي عقد مع المدعي ولم يسبق له ان توصل بالثمن المذكور اللي هو 16 مليون وبانه ايضا راجلك ما كيعرف لا يقرا لا يكتب بالعربيه لعساك انها تكون غيسيني على ورقه بالفرنسي. هذه يعني هذه في المحكمه خذاتها بعين الاعتبار فقررت انها تلغي ذاك العقد. دابا حنا باقين في التمديد دابا يعني باقي مجرجركم في المحاكم. دابا باقين اختي مجرجرين في المحاكم. دابا هو تا هو داير استاذ وحنا دايرين استاذ. وعندكم فلوس هاد المحامين؟ عينا تقهرنا بهاد الاستاذ يعني كل جلسه كل سيمانه كل سيمانه خاصك 20 ديال المذكره 20 وكله في كرشي 20000 ريال خاصك ما تاكلي ما تشربي. شنو تبغي توجهي رساله قبل ما نقول لك للمسؤولين شنو تبغي توجهي رساله للاخ ديال الزوج ديالك والاب ديالو؟ واختي الله يهدي بنادم راه اليوم دنيا وغدا اخره راه كاين عربي والموت راه قبر الحياه. بالعكس كنبغي نطلب الاخ ديال الزوج ديالك ولا الاب ديالو عافاكم هادو راه وليداتكم وليدات ولدك او وليدات خوك راه وليداتهم. هاد السيده ما عندها ما دير بالدار دوك الدار راه غتجمع فيها الوليدات ديال خوك وديال ولدك. علاش حنايا علاش هاد الطمع شحال غنعيشوا ما عندهمش فين يسكنوا يجيو يجلسوا معاكم عندهم فين يسكنوا يعني الحمد لله نتوما متزيين عطيكم سيدي ربي الحمد لله. وهذا راه غير استفاده وهذيك الحاله يرثى لها فين ساكنه هاد السيده الماء والقطره دخل الدوش طفى عليها البوله تقدر تشد تخشي بريز يضربها الضو ولا يتفرقع ديك التلفازه صراحه يعني هي ولا باقا غير تخبى من البرد. وشتا كنوجه رساله انا للاخ للزوج ديالك والاب ديالو بالخصوص شنو رسالتك للمحسنين او المسؤولين؟ اختي رسالتي للمسؤولين الله يجازيهم بخير يحاولوا يراقبوا هذا الملف راه حيت ماشي عند النوطير وماشي عند العدول راه حيت هادي عند كاتب عمومي هو هاد الوثيقه راه ماشي فيهاش كاع راه عندو راه جابوها وجدوها وعطاوها لي سناها. هذا الشيء المشكل. كنطلب اليوم هذا الملف هذا الله يجازيهم بخير ومن شاف هذا الاوديو من اللي شافوا الله يجازيه بخير يوقف في هذا الملف هذا يحاول يتعاود ويشوفوا الصراحه فين كاينه. يعني انا كنظن الرساله ديالك اكثر من واضحه. انا ما يمكنش ما عنديش فين غنمشي من غير هذا السكن. وحنا عارفين اللي كاينوا عندك وليداتك وهذا راه غير مشروع ديال الاستفاده. كيف ما شفتوا مشاهدينا الكرام هذا كان هو الطلب ديال اختي الزاهره. كنتمنى ان المسؤولين يديروا البث في هذا الملف هذا وبطريقه استعجاليه لان ما يمكنش ولا يمكن ان يتم بيع عند كاتب عمومي. احنا اللي كاملين كنعرفوا بان البيع يتم عن طريق النوتير وكنحطوا عنده هو الفلوس واللي غيبيع هو اللي كيشد الفلوس من عند النوتير واللي كيشري كياخذ الفلوس من عند النوتير. وثيقه باش واخدين الفلوس. اليوم زهيره كتقول لكم عطيونا شي وثيقه بانكم نتوما شديتوا الفلوس باش شدينا الفلوس يعني حطوا منين على طرف البنكة واش حطوا منين عند النوطير. هادشي اللي تنطالب تماما الله يجازيكم. الناس دائما كنقول لهم بغيتوا التوثيق البيع او الشراء يكون عن طريق النوطير باش انت كبايع تكون محمي وانت كشاري تكون محمي. شكرا لكم وصلتوا معنا النهايه ديال الفيديو. كانت معكم مريم فسحي خلف الكاميرا اشرف عوينه لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.